السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. أنا دكتورة مريم، أحد تدريسيات فرع التشريح والأنسجة، اللي راح أقوم بإعطائكم مادة الأنسجة النظري للكورس الأول وإن شاء الله للكورس الثاني مع مجموعة من تدريسيات الفرع. طبعا مادة الأنسجة في المرحلة الثانية تختلف عن مادة الأنسجة في المرحلة الأولى، بس تعتبر فتشي مكمل إلها. أخذت بصف أول أو بالمرحلة الأولى أخذت البيزك هيستولوجي اللي هي الأبيثيليال والكونكتيف تيشو والمسل، كل الأساسيات اللي أخذتوها هي عبارة عن أساسيات لمادة الأنسجة. بالمرحلة الثانية راح نعطيكم السيستميك هيستولوجي اللي هي ندرس كل جهاز من أجهزة الجسم، هو وظائفه وتركيبه النسيجي، حتى نقدر نتعرف على الوظائف اللي يقوم بها هذا النسيج او هذا الاورجان اللي موجود ضمن مجموعه من الانسجه من الاجهزه. اليوم راح ناخذ بهاي المحاضره هو الجهاز الهضمي، قلنا يتكون من جزئين. الجهاز الهضمي هو الجاسترو انتستاينال تراكت، او نسميها اليوتراي، او نسميها الجاسترو انتستاينال تيوب هذا الجزء، والجزء الثاني اللي هو الاسوشيتد جلاند او نسميه الاسيسري جلاند. نيجي على الجزء الاول اللي هو الجاسترو انتستاينال تراكت، او قلنا نسميه الجاسترو انتستاينال تيوب. هذا يمتد من الاورال كافيتي اللي هو تجويف الفم الى الجزء الاخير من الدايجستيف تراكت اللي هو فتحه الانال. يعني التراكت راح تكون عباره عن انبوب موجود داخل الجسم، يعتبر جزء قلنا من الدايجستيف سيستم، وهذا الانبوب راح يكون له فتحتين، فتحه عليا وفتحه سفلى. الفتحه العليا من جهه الاورال كافيتي، وقلنا والفتحه النهائيه من جهه الانال اللي موجوده. الجزء الثاني من الدايجستيف سيستم اللي قلنا عليه اللي هو الاسوشيتد جلاند، او نسميها الاسيسري جلاند. هاي مجموعه من الجلاندات اللي موجوده ضمن الجهاز الهضمي، او ضمن الدايجستيف سيستم، او ضمن الجاسترو انتستاينال تراكت. هاي الجلاند اللي موجوده تساعد في عمليه او في الوظيفه اللي يقوم بها الدايجستيف سيستم اللي هي الوظيفه الاساسيه، هي عمليه امتصاص المواد الغذائيه. الاسوشيتد جلاند موجوده دائما تكون ضمن الاورال كافيتي، او تكون على شكل جلاند مرتبطه بالدايجستيف سيستم اللي هي بالاورال كافيتي. ممكن ان نشوف التيت ايضا يساعدنا في عمليه الهضم، والسليبري جلاند، وايضا ممكن ان نشوف خارج الاورال كافيتي اللي هي الليفر والبنكرياس والجول بلدر. وظيفه هاي الاجزاء او الاسوشيتد جلاند تقوم بافراز مواد تساعدنا في عمليه الهضم اللي تكون من وظائف الأساسية للدايجستيف سيستم. هذا الجزء من المحاضرة راح نتحدث عن التركيب النسيجي للجي اي تي، يعني الهيستولوجيكال ستراكشر اوف جي اي تي. عموما كل الجي اي تي راح تتكون لنا من اربع طبقات. الطبقة الاولى هي الميوكوزا، والطبقة الثانية هي السب ميوكوزا، والطبقة الثالثة هي المسكولارز، والطبقة الأخيرة اللي هي السيروزا. يعني هذا الترتيب اللي هسه رتبناه هذا يكون ترتيب من الداخل إلى الخارج، مثل ما أخذنا بالجزء السابق من المحاضرة إنه الجي أي تي هي عبارة عن تيوب، أو عبارة عن تراكت، قناة. هاي القناة بها داخل وبها خارج القناة، فهذا الترتيب طبقة الميوكوزا الأولى، والصب ميوكوزا، والمسكولارز، والطبقة الأخيرة اللي هي سيروزا أور أدفنتيشيا. هذول كلهم راح يكون ترتيبهم من الداخل إلى الخارج، يعني من داخل التيوب إلى خارج التيوب. يعني إذا يجي بالامتحانات إنه الترتيب مهم، إذا أقول من الإنسايد إلى أوتر سايد فراح يكون هذا الترتيب، وإذا أقول من الأوتر سايد إلى الإنسايد راح يكون الترتيب بالعكس، راح نعكسها، راح تكون السيروزا أول شيء، ثاني شيء المسكولارز، ثالث شيء طبقة الصب ميوكوزا، وأول واحدة راح تكون هي طبقة، أو الرابعة راح تكون هي طبقة الميوكوزا. راح نبدي بأول طبقة من طبقات الجي أي تي اللي قلنا هسه من الداخل إلى الخارج. أول طبقة هي طبقة الميوكوزا. هذه الطبقة راح تكون لنا من مجموعة من التراكيب النسيجية. يعني طبقة الميوكوزا اللي هي قلنا داخل التيوب تكون، يعني من الانسايد، أول طبقة بيها هو اللايننج أبيثيليوم. معظم اللايننج أبيثيليوم اللي موجود داخل الدايجستيف تراكت
اللي هو يكون دائما عباره عن سمبل كولومينر ابيثيليوم. وليش يكون دائما عباره عن سمبل كولومينر ابيثيليوم؟ لان هذا النسيج به مميزات وبه انواع من الخلايا راح يصير بها سبيشلايزد حتى تؤدي لنا الوظيفه الاساسيه اللي من اجلها موجود هذا الابيثيليوم، اللي هي عمليه امتصاص للمواد الغذائيه اللي تدخل عن طريق الفم. الجزء الثاني من الميوكوزا هو طبقه اللامينا بروبريا. اللامينا بروبريا هي عباره دائما تكون عباره عن لوز كونكتيف تشو، واخذته بصف اول شنو اللوز كونكتيف تشو، ان هذا يعتبر من الاساسيات او من البيزك هيستولوجي اللي اخذته بصف اول. اللوز كونكتيف تشو هو مجموعه من الخلايا تكون داخل هذا النسيج، تكون هذه المجموعه من الخلايا تحتوي دائما اكثر شيء بها الماكروفاج واللمفوسايت. الماكروفاج واللمفوسايت تكون وظيفتها مناعيه، لذلك احد وظائف اللي راح ناخذها باخر المحاضره، احد وظائف الجهاز الهضمي تكون مناعيه بسبب وجود خلايا مناعيه تكون مسؤوله عن المناعه موجوده ضمن اللامينا بروبريا اللي هي الجزء الثاني من طبقه الميوكوزا. الجزء الثالث من طبقه الميوكوزا اللي هو نسميه الماسكولارز ميوكوزا. الماسكولارز ميوكوزا هي طبقه تكون عباره عن ثين لاير اوف ذا سموث ماسل. فائده هذه الطبقه انه هي بعمليه التقلص والانبساط مالتها راح تساعد في تكون المواد الغذائيه تكون بتماس اكثر ويا من ويا الابيثيليال اللي هو قلنا عليه اللايننج ابيثيليال، ليش تكون بتماس اكثر حتى تحدث عمليه امتصاص على مساحه اوسع من قدها. لذلك هي راح تزود لنا فتره زمنيه اللي يلتصق بها الفود داخل اللايننج ابيثيليال. وهاي الطبقه الماسكولارز ميوكوزا تكون دائما سيبريتد تكون دائما فاصله بين الميوكوزا وصب ميوكوزا، لان هي عباره عن طبقه من الثن سموث ماسل فايبر اللي تكون وظيفتها عمليه التقلص اللي تسويها هاي الطبقه راح تخلينا زياده بالمساحه السطحيه وزياده بالفتره الزمنيه حتى يلتصق الطعام ويا الابيثيليال اللي موجود بالجزء الاول من طبقه الميوكوزا. وهذا الرسم قدامكم راح تقدرون تشوفون به طبقات الميوكوزا اللي هي بالجزء الاول من فوق، اول جزء من الداخل راح تكون بها عباره عن اللايننج ابيثيليال اللي هو عباره عن سمبل كولومينر ابيثيليال، والجزء الثاني اللي هو قلنا اللامينا بروبريا، والجزء الثالث هو الماسكولارز ميوكوزا اللي يكون حد فاصل بين الميوكوزا والصب ميوكوزا. اللاير الثانية هي طبقة الصب ميوكوزا. الصب ميوكوزا قلنا يكون مكانها بعد الميوكوزا. هاي الطبقة راح تتكون من دنس كونكتيف تشو، يعني الطبقة الأولى تذكرون قلنا الجزء الثاني من عند اللامينا بروبريا هي عبارة عن لوز أوف كونكتيف تشو. الصب ميوكوزا هنا راح تكون مو لوز كونكتيف تشو، نوع ثاني من الكونكتيف تشو اللي هو الدنس كونكتيف تشو. من مميزات هذه الطبقة إنه راح تكون غنية ريتش وذ بلاد فازل دائما، والصب ميوكوزا أيضا ممكن راح نشوف بها نوع من البلكسز اللي هي عبارة عن نيرف بلكسز، وايضا ممكن ان نشوف بها ميوكوس جلاند في بعض الاجزاء او بعض الاورجانات اللي راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. والرسم الموجود ايضا قدامكم في الشاشه راح يوضح لنا الطبقات اللي حكينا عليها بالسب ميوكوزا. الجزء الثالث من الطبقات اللي هي طبقه الماسكولار. الماسكولارز عموما راح تتكون من طبقتين، تو لاير اوف سموث ماسل فايبر. الطبقة الداخلية راح تكون عبارة عن سيركولار ترتيبة arrangement، والطبقة الخارجية اللي outer راح تكون longitudinal. الطبقة الداخلية اللي قلنا عليها سيركولار راح تكون بالتماس ويا الطبقة اللي قبلها اللي هي صب ميوكوزا، والطبقة الخارجية اللي هي longitudinal راح تكون بالتماس من الجزء الرابع اللي هي السيروزا. أيضا ممكن نشوف بين طبقات السيركولار واللونجيتيودينال of the muscularis externa راح نشوف بلكسز مثل ما موجود بالصب ميوكوزا. هاي البلكسز وفائدتها شنية؟ تساعدنا في عملية تعطي أوامر وتكون فشي مساعد بعملية الميكسينج of the food. الطبقة الأخيرة من الدايجستيف تراكت هي طبقة السيروزا. طبقة السيروزا راح تكون عبارة عن لوز كونكتيف تشيو، وتكون مغطاة covered by a layer of simple squamous epithelium called mesothelium. مثل ما أخذت بصف الأول أخذت طبقة السكويموس سيل اللي قلنا هي أنواع من السكويموس سيل، أحد أنواع
سكويموس سيل اذا بطنت الاوعيه الدمويه راح نسميها ميزوثيليوم سيل، ممكن ان موجوده بالليفر ايضا نسميها اسم ثاني. هنا طبقه السروزه راح قلنا عباره عن لوز اوف كونكتيف تيشو، وراح تكون كفرد باي لير اوف سمبل سكويموس سيل. سكويموس سيل هنا سميناها ميزوثيليوم سيل. ايضا ممكن ان تحتوي طبقه السروزه تكون غنيه دائما بالبلاد فيزل والليمفاتيك تيشو، وايضا راح يكون الجزء الاكبر من عندها هو عباره عن فات تيشو. الجزء الاخير من المحاضره راح نتعرف على وظائف الجي اي تي، فانكشن اوف ذا جي اي تي. اول وظيفه من عندها هي سلكتيف بيرموبيليتي. سلكتيف بيرموبيليتي معناها نفاذيه اختياريه، مو كل المواد ممكن ان تسمح لها تدخل، اكو بها مواد تسمح لها تدخل واكو مواد ما تسمح لها تدخل. الوظيفه الثانيه اللي هي ترانسبورت اند فود دايجستشن، هاي الوظيفه دائما قلنا بالطبقات اللي موجوده واللي اخذناها طبقه الميوكوزا قلنا وطبقه الصب الميوكوزا وطبقه الماسكولارز وطبقه السروزا، قلنا طبقه الماسكولارز هي عباره عن طبقات من السموس ماسل. هاي الطبقات من تحدث بها عمليات تقلص وانبساط راح تدفع لنا المواد الغذائيه من جزء الى جزء. عرفنا الديتراكت هي مجموعه من الاجزاء، قلنا تبدي من الماوث الى تنتهي بالانف، فلذلك حتى يتحرك الفود من مكان الى مكان راح يتحرك عن طريق تقلصات العضلات اللي موجوده. الوظيفه الثالثه اللي هي الاوبزرفشن اوف فود، قلنا بطبقه الميوكوزا اكو لايننج ابيثيليوم، هذا اللايننج ابيثيليوم قلنا معظم الجي اي تي هو عباره عن سمبل كولومينر ابيثيليوم. هذا السمبل كولومينر ابيثيليوم راح تكون به نوع من الخلايا تساعد في عمليه الامتصاص، وايضا تراكيب نسميها السيليا راح ناخذها بعدين من نوصل للسمول واللارج انتستين. الوظيفه الثانيه اللي هي secretion of hormone and enzyme of digestion، ايضا بعض الخلايا اللي موجوده باللايننج ابيثيليال اللي بطبقه الميوكوزا الوظيفه الرئيسيه لها هي عمليه افراز مجموعه من الانزيمات او الهرمونات مثل اللي موجودات داخل الاستومك. هذه المواد راح شو تسوي لنا؟ تخلينا او تساعد في عمليه الدايجستشن للفود. ايضا ممكن ان تكون بعض الخلايا تفرز الميوكوس الميوكوس العفو، هذا الميوكوس دائما تفرز خلايا الجوبلت سيل ايضا موجوده باللايننج ابيثيليال. هذه فائدتها شنو؟ حتى المواد الغذائيه او المواد المهضومه الدايجستشن فود حتى تتحرك من مكان الى اخر تحتاج ترطيب، وهذا الترطيب اللي مسؤول عنه هو الميوكوس، واللي مسؤول ايضا عنه هي الخلايا اللي تفرز الميوكوس اللي هي الجوبلت سيل. الوظيفة الثانية من الجي اي تي هي وظيفة مناعية، قلنا دائما باللامينا بروبريا اللي هي الجزء الثاني من طبقة الميوكوزا ممكن ان نشوف خلايا لمفاوية اللي هي الماكروفيت واللمفوسايت، فلذلك راح الجي اي تي يكون احد وظائفه هي وظائف مناعية. الوظيفة الأخيرة اللي هي الدايجستشن، عملية هضم المواد الغذائية. طبعا بالدايجستشن اكو نوعين من الدايجستشن، ميكانيكال دايجستشن وكيميكال دايجستشن. الميكانيكال دايجستشن هي اللي تقوم بعمل التونج اللي هو اللسان والتيث الاسنان، اما الكيمياء والكيميكال دايجستشن فاللي تقوم به هي العفو الانزيمات والهرمونات اللي تقوم بافرازها الخلايا اللي موجوده ضمن اللايننج ابيثيليوم. شكرا لاستماعكم، واي سؤال ممكن تطرحوه على الكلاس أو أي وسيلة من وسائل التواصل. إن شاء الله راح ألتقيكم الأسبوع القادم بمحاضرة جديدة.